مستشفى كمال رضوان بمشروع بيت لاهي، حيث هذه المأساة المستمرة في شمال قطاع غزة مع تواصل الحصار ومع غياب الطواقم الطبية ولا وجود إسعافات ولا الدواء والأوضاع الكارثية الصعبة داخل هذه المستشفى الناتجة عن الممارسات الإسرائيلية بحق الطواقم الطبية والحصار المحكم على شمال قطاع غزة. عدد من الجرحى لا يجدون العلاج، عدد من الجرحى يرتقي مع الشهداء نظرا لصعوبة الإصابة، والكل ينتظر ويبحث عن طوق النجاة في شمال قطاع غزة. هذه هي صورة الأوضاع المأساوية. صباح هذا اليوم جرى استهداف لحي البركة في منطقة السلاطين في شمال قطاع غزة، أدى ذلك إلى ارتقاء 10 شهداء إضافة إلى عدد كبير من الجرحى نتيجة قصف مدفعي استهدف منطقة حي البركة في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة. هؤلاء شهداء من حي البركة في بيت لاهيا في مجزرة وقعت ممرضة صباح اليوم. ايش اللي صار يا حج؟ اللي صار كنا قاعدين، ضرب هوي في الشارع، استشهد ولد واخته، اصابت اصابة خطيرة، وابوهم امهم قاعدة تتصرخ، اخذناها على جنب نهدي الاوضاع. كانت الناس متجمهرة، سلخوا هواية، جابت 7 غير المصابين، يعني هلقى طرفوا دفنيهم، وأسأل الله السلامة والله يتقبلهم. كيف الأوضاع أنت بتصرف؟ الأوضاع صعبة جدا، الأوضاع صعبة جدا. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم يهونها علينا وعلى الكل، ويفرجها علينا وعلى الجميع، ويعم السلام علينا وعلى الجميع يا رب. وضعنا كرب يرثى له، والحمد لله رب العالمين على هذا الحال. دكاتره في المستشفى كمال عدوان بالمره، اللي بيصاب بموت. كمال عدوان فاضي من الدكاتره بالمره. يا الله وين الدكاتره؟ وينهم؟ فيش دكاتره، بعثونا دكاتره اهل اوروبا. وين هو في دكاتره؟ فيش دكاتره، في دكاتره المواطنين نفسهم بيعالجوا، بنسحوا على الفاضي. ايش بدهم يعملوا؟ اللي صار بقينا احنا باب الباب، باب البيت، وعما بنمشي طالعين باب البيت نقعد، الا الهواء صارت فجاه علينا. فيش احنا ولا في حد منا مطلوب ولا حد منا حاجه، والحمد لله كنا مواطنين غلابه. الا الهواء اول اجت في اختي وجوزها، وهي نسيبه في العنايه المركزه، وبنته ماتت وابنه مات، وولاد عمي حبطوا بعد شويه، واحنا بنرفع فيهم بنسيبه اختي واخواتي وبنت اختي واخوه الشهيد برضه ابن اختي بنرفع فيهم. الا الهواء الثانيه اجت في مين؟ في ان في اولاد عمي برضه، اولاد عمي استشهدوا ب 7-8 ومن العيله، وكثير اصابات وكثير شهداء. وين المنطقه بالضبط؟ منطقه البركه بيت لاهي.